وأول سؤال في السينما والمسرح. والسؤال هو: من هو الفنان الراحل الذي لعب دور أحمد في فيلم تمر حنة؟ منى. خلاص يا منى، أنا مالك. إجابتك؟ أحمد رمزي. أحمد رمزي صح؟ صح. متأكدة؟ متأكدة طبعاً. وأنا كمان متأكد. إجابة صحيحة، أحمد رمزي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 50 انفينيتي 45 حورس.